الاحترام. يعمل الممرض باستمرار على احترام قوانين وقواعد ولوائح العمل بالمؤسسة وتنفيذ ما يختص بها. مباراة وكأنها نهائي مبكر. النتيجة تعادل 70 جامعة 6 أكتوبر و70 جامعة الفيوم. وجامعة الفيوم حصل عندنا تغيير، أحمد عبد القادر نزل مكان حسام محمود. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. عايزين نسمع منك شعر، هنسمع منك ايه؟ طيب انا ممكن اقول نص قصير كده. اتفضل. كأي هابيل ها يمضي لقتلته، كأي هابيل ها يمضي لقتلته، لكنه فرح جدا برحلته. الناس تنكره والحب يعرفه، لم يقترف خطأ الا لنصرته. اصحابه شعل تفنى لترشده، ووحده دائما ينأى بظلمته، معمدا قلبه في دمع سيدة تبكي على خجل في أوج محنته. لم تغره مدن في الضوء قد نقعت، لأنه نبتة من طين قريته. تغنيه مكتبة أو بعضها، وسمى أمطارها قهوة سقفا لغرفته. متى ينم باكيا يحلم، يقم فزعا نديمه، بؤسه يسكر يهم يته، يصرخ يفق يفنى يوجد، يمتلئ تعبا يسقط، ينم باكيا يرجع لدورته. أنا في رأيي على مدار المواسم اللي فاتت كلها، ده من أجمل الأشعار اللي أنا سمعتها. شكرا. فعلا الألفاظ والصور، ويعني الحقيقة ما شاء الله عليك بالتوفيق. ربنا يكرمك. ودلوقتي مع الفقرة الجديدة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط فقرة مش سهلة. جامعة 6 أكتوبر اختارت محمود سامي، وجامعة الفيوم اختارت أحمد عبد القادر اللي بيشارك لأول مرة مع جامعته النهاردة. الحقيقة غريبة جدا. تفضلوا انتوا الاثنين. عشر أسئلة في 45 ثانية، كل إجابة صح بخمس نقط. الجامعة اللي هتجاوب سؤال واحد بس زيادة صح هتاخد 10 نقط هدية. مين اللي جاوب على سؤال السرعة؟ يبقى مين اللي هتبتدي الأول؟ بالظبط كده. محمود اتفضل مع فاتن، هتسمع موسيقى لغاية لما ترجع لنا، استمتع بها لغاية لما ترجع. تعالى مكاني يا أحمد. جاهز؟ إن شاء الله. عينيك على الكاونتر، 45 ثانية. السؤال اللي ما تعرفش تجاوبه هتقول إيه؟ بص أو نكست أو ما عرفش أي حاجة. لو فضلت ساكت هفضل أنا كمان ساكت، ما تضيعش ولا ثانية. اتفقنا؟ إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة المجر؟ بص. من هو مؤسس علم الوراثة الحديث وصاحب قانون الانعزال؟ مندل. صح. من هو الفنان الذي قام بدور دكتور حسن في مسلسل سارة؟ أحمد رزق. صح. كم عدد الضروس في الفك العلوي بالأسنان اللبنية؟
16 الدروس غلط 4. من هو الكاتب المصري الراحل صاحب رواية لا تتركوني هنا وحدي؟ يوسف إدريس. غلط. كم عدد الأهداف الدولية لسلامة المريض طبقا لمنظمة الصحة العالمية؟ مصر. أغنية صباحك لفريق أندرجراوند مصري فما اسمه؟ تمام تمام. تفضل يا أحمد. أحمد جاوبت كم سؤال صح؟ مش فاكر. جاوبت سؤالين بعشر نقط. تمام. دلوقتي هنطلب من محمود إنه يتفضل معنا. فاتن عايزين محمود يجي معنا هنا بعد إذنك. محمود إيه رأيك في الموسيقى يا محمود؟ تمام جميلة. تعال مكاني. بص يا محمود احكي لك اللي حصل. احمد جاوب على سؤالين بعشر نقط. لو جاوبت على التلات اسئله هتاخد عشر نقط هديه. يا مساء عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. السؤال اللي ما تعرفش تجاوبه هتقول ايه؟ بص لو فضلت ساكت مش هقول السؤال اللي بعديه. اتفقنا؟ اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة المجر؟ بودابست. صح. من هو مؤسس علم الوراثة الحديث وصاحب قانون الانعزال؟ بص من هو الفنان الذي قام بدور دكتور حسن في مسلسل سارة؟ أحمد رزق. صح. كم عدد الدروس في الفك العلوي بالأسنان اللبنية؟ 17. غلط. من هو الكاتب المصري الراحل صاحب رواية لا تتركوني هنا وحدي؟ أنيس منصور. غلط. كم عدد الأهداف الدولية لسلامة المريض طبقا لمنظمة الصحة العالمية؟ 5. غلط. أغنية صباحك لفريق أندرجراوند مصري فما اسمه؟ شرموفر. غلط. ما هو نظام الحكم في مالطا؟ ديكتاتوري. غلط. ما هو فريق كرة القدم الإنجليزي ملقب بالبلوز؟ تشيلسي. صح. برضه المكانة. اللي أنقذك تشيلسي. لا لا مش تشيلسي. هقول لك اللي انقذك ايه. اللي انقذك سرعه رد فعلك في كلمه باس. خلاص اللي مش عارفه باس ما بتفكرش. عارف يا مش عارف. تمام. تلات اجابات صحيحه ب 15 نقطه و10 نقط هديه من احمد. يبقى كده كام؟ 25 نقطه. نشكر كلنا احمد ومحمود. اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. 95 جامعة 6 أكتوبر، 80 جامعة الفيوم. الأسئلة اللي ما جاوبتش. كم عدد الدروس في الفك العلوي بالأسنان اللبنية؟ زي ما أنت قلت 4. سمعتها ما خدتش بالي إنها الدروس. أنا كنت عارف إنها 4 بس قلت 16. بالظبط كده. بالظبط اتلخبط. عشان كده أنت صلحت إجابتك قلت 4 بعد كده. تمام. من هو الكاتب المصري الراحل صاحب رواية لا تتركوني هنا وحدي؟ إحسان عبد القدوس. كم عدد الأهداف الدولية لسلامة المريض طبقا لمنظمة الصحة العالمية؟ 6 يا محمود مش 5. أغنية صباحك لفريق أندرجراوند مصري فما اسمه؟ مسار إجباري. الحمد لله. ما هو نظام الحكم في مالطا؟ جمهوري. معلش يا جماعه خلاص. حلوه ديكتاتوري دي اللي جت بقى ساعتها. الحقيقه اجابه كان نفسي اقول لك اجابه مضحكه بس ما لحقتش. كان عندي كام ثانيه وفاضل لك سؤال وحقك تاخد السؤال الاخير. يعني هو اللي انقذك. سؤال كان سهل وحظك حلو. الحمد لله. تمام. مباراه قويه جدا وجميله جدا. ودلوقتي مع اصعب فقره، فقره ضربات الجزاء. ضربات جزاء. اربع اسئله ب 25 نقطة لجامعة واحدة بس. أول اتنين معايا محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر. أول يا منعم روح رياضية. يلا يا فيوم بيا يلا يا 80 كام؟ 95.
80-95 أول مرة نخرج من فقرة مش متعادلين. قد كده المستوى قريب جدا. السؤال الأول، ما هي الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون البي تي اتش الذي يطلق الكالسيوم من العظام للدم؟ باراثايرويد. إجابة صحيحة. الهدف الأول لجامعة 6 أكتوبر. هدف بلا مقابل. هاجر وفاطمة. فاطمة وهاجر. وهنشوف السؤال الثاني والهدف الثاني لجامعة مين. السؤال الثاني، في حالة العدوى البكتيرية ما هي أهم علامة حيوية يجب تقييمها بصفة مستمرة؟ درجة الحرارة. درجة الحرارة الهدف الثاني. درجة الحرارة الهدف الثاني. هدفين بلا مقابل. بصوا بقى الموقف كالآتي، لو إسلام جاوب غلط خدته 25 نقطة خلص الموضوع. لو إسلام جاوب صح هيبقى لسه في فرصة لجامعة الفيوم إنها تكمل المشوار. السؤال الثالث، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ما هي أفضل وسيلة لتحديد عمر الجنين في الشهور؟ إجابتك ألترا ساوند. ألترا ساوند الهدف الثالث. الموجات الصوتية الألترا ساوند هي الإجابة الصحيحة والهدف الثالث لجامعة 6 أكتوبر. 3 أهداف بلا مقابل. اتحسمت النتيجة 25 نقطة لجامعة 6 أكتوبر. السؤال الرابع، ما هي أهم أسباب انسداد مجرى التنفس لمريض غائب عن الوعي؟ إجابتك الوضع بتاعه. الوضعية. الوضعية إجابة خاطئة. إيه عندك إجابة؟ أيوه. تفضل دوس على البازر. إجابتك تقعد طعم. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إيه؟ سليب فتنك. اللسان. بالظبط كده لسان. هارد لك. تفضلوا. 3 أهداف بلا مقابل لجامعة 6 أكتوبر والنتيجة اتغيرت. جامعة 6 أكتوبر 120، جامعة الفيوم 80. من أحلى ماتشات البطولة لغاية النهاردة. جامعة الفيوم الثقة اتهزت. علينا توتر جامد طبعا علشان مش جايبين ولا هدف في ضربات الجزاء. كان عليا ضغط كبير جدا اني لازم اجيب الهدف. كان في ضغط علينا اكتر. جامعة 6 اكتوبر درس كان قاسي عليها جدا من ماتش جامعة القاهرة. دينا اللي احنا نعمل فرق كبير بيننا وبين الفريق التاني. الماتش ده حياة او موت عشان نصعد ان شاء الله. ضربات الجزاء اتحسمت. الهدف الثالث. المباراة تنتهي ازاي؟ صعب الواحد يتكهن. بعجة الحظ هي اللي هتحسب مين هيكسب ان شاء الله. ماتش ده ماتش حياة او موت. مش عايزين نخسر. خلينا نروح نشوف عجلة الحظ ونشوف مين اللي هيكسب التلات نقط ونكمل ماتش النهارده. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,000,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر.